إذا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من عين دياب. قناة شوف تي في كتجول بالليل طاقم شوف تي في تلقى مع أمي فاطمة. أمي فاطمة أشهر بائعة ديال الببوش، كلشي كيهضر عليها، كيقول عندها سبحان الله العظيم واحد الطريقة باش كطيب هذا الببوش، طريقة خاصة ولذة خاصة وبلول خاص. غادي نشوفو تعطينا السر ديال هاد اللذة اللي عندها وما عندش الجيران ديالها. أمي فاطمة السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره لالا؟ لاباس بخير. مرحبا بك على قناة شوف تي في. لاباس عليكم. لاباس الله يبارك فيك. أمي فاطمة اللي كتحمل العربة ديالها رقم 7. كلشي كيهضر عليك أمي فاطمة، كلشي كيقول أمي فاطمة عندها اللذة، عندها البنة. أش كديري في هذا البلول في هذا الببوش ما كيديروش وحدين آخرين؟ بحال ببوش بحال وليدي ببوش، كلشي كنطيبو بحال بحال. عاودي لنا منين كتشريه حتى كتعطيه للناس. كيجيبونا واحد، هادشي اللي كتشوف هاد الناس كاملين، واحد اللي تيفرق علينا وليدي. زيدي. ما نقدرش ناخذ مع هادشي من شي بلاصه اخرى. يعني كتاخذوا واحد مضمون؟ مضمون. اها. هذا ديال الجمعيه. اها. كناخذوا من عنده. اها. صافي تنغسلوه مزيان، هو كيبغي الغسيل مزيان. اها. صافي نديروه يطبخ. طبخ قبل ما يطبخ كديروا داك العشوب ديالكم وداك الشيء. تنحيدوا الفراره ديالو. اها. اللي كنحيدوا الفراره ديالو عا باش كندير الفراره. شنو هي الفراره؟ الفراره كتكون ديك الكشكوشه ديالو. الكشكوشه ديالو. اها. الكشكوشه ديالو. اها. صافي كندير ليه قاعده. واش بصح كيقولوا خصو يتغسل 7 المرات ولا ما عرفت شنو؟ كيتغسل بزاف تتحيد منه داك الريوق ديالو. اها. حيت هو التغسيل مزيان تيجي لذيذ هو. كيجي لذيذ. اه تيجي لذيذ. وشنو هما الاعشاب اللي كديرها ام فاطمه؟ راه بزاف فيها. قولي لي. ديك حرق السوس، الخلجلان، ديك حبه حلاوه، النافع، عباش العشوب ديال الدار اللي كنديرو نجيبو العشوب ديال العطار. وعندنا نيت عطار خاص كيجي عندنا هنايا. حتى العطار خاص. اه خاص عندنا، تيجي كل سيمانه تيجي عندنا ناخذو من عندو. وهذا الشيء صحي زعما؟ ما لا صحي مزيان. صحي. ما فيه حتى شي زعما زعما الببوشه أمي فاطمه واش كيصلح للبروده بصح؟ ايوا تيقولو راه مزيان. لا في البرد ولا في كل شيء هو مزيان، سخون مزيان، السكر مزيان، كل شيء هو. دابا الصيف والحال سخون واخا كاين اقبال. كياكلوا الناس كياكلوا. كيتمشى تيبغيو الناس. كيبغيو الناس. اه. شحال هادي وانت في هاد المهنه امي فاطمه؟ هو دابا راه جايه واحد تقريبا واحد 16 عام ولا 17 عام. 16 وانت خدامه هنايا. خدامه فيه. خدامه هنايا. اه. شنو النصيحه اللي تنصحي الناس اللي بغاو اللي كيسولوا على امي فاطمه فين يجي؟ واش من رقم؟ اش من بلاصه؟ اللي بغى ام فاطمه يجي رقم 7. رقم 7. اه في عين دياب. ويشوفوا في عين دياب. في عين دياب. شكرا شكرا امي فاطمه. الله يحفظك والله يتيسر لك. امين امين. اذا كيف تشوف؟ يتيسر لك الله يحفظك. يا ربي امين. شكرا مشاهدينا الكرام، انتم شفتوا الطريقه كيفاش كيطيب الببوش، عطيتكم التفاصيل، عطيتكم العشوب اللي كدير فيه. جيو عند امي فاطمه رقم 7، عندها لذة خاصة. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، بارطاجيو، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم. اللي فايتك لعند امي فاطمة يقول لنا علاش كتب بأن عندها لذة خاصة في الحلزون، يعني في البوش اللي كتبيع. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. قولي لهم بالسلامة. بالسلامة. قولي لهم مرحبا بكم. مرحبا بكم.